أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا
فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا وألق عصاك فلم Yeah. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات
تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما صدق الله العظيم.